بتبدأ حكايتنا مع البطل دينجي اللي بيصحى من النوم وبيكون رايح لشغله زيه زي اي انسان طبيعي، وبنشوفه وماشي مع الشيطان بتاعه اللي اسمه بوتشا، وبنعرف انه باع اعضاء كتير من جسمه علشان يقدر يعيش ويسدد الدين اللي عليه، وبيكون باع عينه وباع كليته وباع خصيته، وللأسف لسه مديون برضه بحوالي 38 مليون ين، وبيكون هو مش عارف يعمل ايه تاني. في اللحظة دي بينبهه بوتشا ان في شيطان قريب منه، وبنعرف ان الشغل بتاعه هو قاتل الشياطين لانه اكتر شيء بيجيب فلوس اصلا. بعدها بيقتل دينجي وبوتشا شيطان الطماطم اللي عنده القدرة على نشر بذوره في المكان. في الوقت ده بيوصل فرد من افراد العصابة اللي بيشتري جثث الشياطين، وبيقول له انه هيدفع في الشيطان ده 400,000 بس، فبيفرح جدا، ولكن الشخص ده بيصدمه وبيقول له انه بعد ما ياخد جزء من الدين اللي عليه ورسوم السمسرة وكده هيديله 70,000 بس. بعدها بيفتكر دينجي انه لسه هيدفع فواتير وديون تاني، وبيفضل معاه 1800 بس، وبيتكلم مع الشيطان بتاعه وبيقول له انهم معهمش غير الفلوس دي لحد اخر الشهر وهيعيشوا على رغيف عيش. بعدها بنشوف الشخص بتاع الياكوزا في عربيه ومعاه شخص بيقول انه بيستخدم شخص حقير علشان يعمل مهمات قتل الشياطين، فبيعرفوا الشخص ده ان هو يعتبر اصلا بيعمل المهمات من غير مقابل لانه بيدفع ثمن الديون اللي كانت على ابوه، وبيقول له ان صائدين الشياطين الحقيقيين ما بيسلموش الجثث بتاعه الشياطين للعصابات، فبيروحوا عند دينجي وبيستهزئوا بيه وبيخلوه ياكل السجاره مقابل 100 ين، ولان دينجي مش لاقي ياكل بيضطر يعمل اي حاجه يؤمره بيها، وبيروح بعدها للبيت. وبتكون احلام دينجي بسيطه جدا، وهو انه ياكل رغيف عيش بالمربى ويقابل فتاه احلامه. وبنرجع للماضي وبنشوف اول مره دينجي قابل فيها شيطانه الاليف، وبنعرف انه كان مصاب وهيموت، فبينقذه دينجي وبيعمل معاه والعاده ده عباره عن ان الشيطان ده يشرب دمه وينقذ حياته مقابل انه اي حاجه يحتاجها منه دينجي بعد كده ينفذها له، وبيعمل معاه العقد من هنا وبيتواصل مع افراد العصابه من هنا علشان يقتل الشياطين ويجيب فلوس. في الوقت ده دينجي بيقطع تفكيره الدم اللي بيخرج من بقه بسبب الامراض اللي عنده والمعاناه اللي هو فيها، وبيوصل فرد من العصابه وبيقول له ان في مهمه جديده، وبيروح معاه دينجي المكان مهجور، فبيساله دينجي انت جايبني هنا ليه ومفيش ولا شيطان هنا، ولا هي ايه المهمه اصلا؟ فبيتكلم معاه بتكبر وبيقول له انت مطيع للاوامر زي الكلاب وبتاخد فلوس قليله برضه زي الكلاب، وعلشان تبقى فاهم انا ما بحبش الكلاب اصلا. وفجاه في شخص بيطعن دينجي بالسيف من ظهره، وبيكمل الراجل وبيقول انهم عملوا زيه وعملوا عقد مع شيطان، ومقابل العقد ده الشيطان اللي هم عملوا العقد معاه هيقتل دينجي علشان بيكره صياد الشياطين، وبسبب كده هيستغنوا عن خدمته. وبيظهر الشيطان ومعاه مجموعه كبيره جدا من البشر اللي اتحولت لزومبي بسبب القوه الشيطانه الكبيره جدا اللي امتصوها، والشيطان ده بيأمر الزومبي بتوعه انهم يقتلوا دينجي. في اللحظه دي دينجي بيتحرك رغم اصابته وبيحاول يهرب، ولكن مفيش مفر من الموت، بيهجم عليه الزومبي وبيقطعه الاشلاء. وبعدها بنشوف دينجي ميت ومرمي في صندوق الزباله ومعاه الشيطان بتاعه، وبيفتكر شيطانه الاليف ان دينجي طلب منه لما يموت يبقى يستولي على جسمه ويعيش حياه كويسه، وفعلا بيندمج الشيطان مع جسمه وبيرجع الجسم لحالته الطبيعيه. وبيفتح دينجي عينه وبيشوف شيطانه الاليف وهو بيتكلم معاه وبيقول له انه هيضحي بقلبه مقابل انه يحقق الحلم اللي كان بيحلم بيه. وبيصحى دينجي مفزوع وبيكون الشيطان بتاعه اختفى، وبيتفاجئ الشياطين اللي العصابه اتعاقدت معاها انه لسه ما ماتش، وبيخلي الزومبي يهجموا عليه تاني. فدينجي بيسحب الفتيله اللي شبه دي لشيطانه الاليف وبيستخدم قوته الشيطانيه، وبيهجم عليه الزومبي لدرجه انه بيكون مش باين من عددهم، ولكن دينجي بيقوم وهو متحول لرجل المنشار وبيهجم على الشيطان وبيسيبه في عينه، ولكن الشيطان بيضربه وبيلزقه في الحيطه، وبيجي زومبي ضخم جدا وبيضرب دينجي بالعصايه، ودينجي ولا حاجه حصلت، بيهجم عليه وبيقطعه لنصين بالمنشار بتاعه، وبيفضل يقطع في الزومبي لحد ما بيوصل للشيطان وبيهجم عليه، فبيحاول الشيطان يحمي نفسه بالاطراف بتاعته، ولكن دينجي بيستمر في الهجوم وبيجيبه نصين حرفيا، وبيفضل يهاجم في الزومبي اللي عددهم كبير جدا. بعدها بيوصل فريق الصيادين للمكان وبيكتشفوا ان في حد قتل الشياطين واتباعهم من الزومبي كمان، وبيلاقوا دينجي واقف ومش قادر يتحرك من التعب، فبتروح بنت منهم وتساله ايه اللي حصل، فبيقول لها من غير تفكير احضنيني، وبيكون هيقع في الارض فالبنت بتحضنه، فبيرجع دينجي لحالته الطبيعيه وبتختفي الطاقه الشيطانيه اللي جواه، وبتقول له بما انك قتلت كل الشياطين دي واحنا مش عارفين انت اصلا بشري ولا شيطان، فقدامك خيارين، اما تفضل هنا واقتلك بصفتك شيطان، او تيجي معايا وههتم بيك واكلك وعيشك معايا. بيفكر دينجي في عرضها كده وبيسالها طب هتفطريني ايه، فبتقول له انها في الطبيعي يعني هتاكله عيش بالمربى. وبكده بيكون خلص ملخص الانمي بتاع النهارده. ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتشترك بالقناه علشان تشوف كله جديد، ويلا سلام.